السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم السفة السريعة كما تسميها ابنتي الصغيرة، فهي فعلا سريعة جدا، تحضر في 10 دقائق، تأتي لذيذة جدا، وأحاول ما أمكن أن أملأها بمكونات صحية ليستفيد منها الأطفال، وتأتي خفيفة جدا كوجبة عشاء ولذيذة. أتمنى أن تتابعوني إلى النهاية وأن تعجبكم إن شاء الله وصفة اليوم. إلى المقادير وطريقة التحضير. سنحتاج على بركة الله إلى 1/2 كيلو من شعرية سفة، 500 جرام هذه تكون رقيقة، ثم كمية من الزبيب، ملعقتان أو 3 ملاعق من السكر الثقيل حسب الذوق، ثم ملعقة كبيرة ممتلئة كما ترون من الزبدة، ملعقة ونصف من الزيت النباتية. نبدأ على بركة الله. في إناء نضع الشعرية، ثم أصب فوقها هذه الملعقة والنصف من الزيت، وأبدأ بتحريكها إلى أن تتلبس كلها وتتغطى بهذا الزيت. لا بد من هذه الخطوة حتى لا تتعجن الشعرية أثناء الطهي. حتى تصبح كلها هكذا لامعة. بعد أن يغلي الماء جيدا جدا كما ترون، إلى أن تتكون تلك الفقاعات، نضع بعض الملح، لابد من الملح، ثم أفرغ الكمية المتوفرة من الشعرية. وأعد مدة دقيقة، دقيقة واحدة لا غير. لو تركتها أكثر فإنها تتعجن كلها. وفي هذه الأثناء، وأنا أحسب طبعا بالساعة مدة دقيقة، وضعت الزبيب لكي يسلق فوق النار. بعد مرور دقيقة بالضبط أطفئ عليها النار وأضعها في مصفاة لكي تتصفى من الماء. أفرغها في صحن التقديم. أضع الزبدة، ثم السكر الثقيل، وأخلط الكل. كما ترون أحبتي لا تتعجن مطلقا. الشرط الوحيد كما قلت وأعيد هو دقيقة واحدة، يجب أن نضبط وقتنا. إذا تركناها فوق النار أكثر من دقيقة إن هذه الوصفة لن تنجح معكم. دقيقة واحدة على نار متوسطة ويكون الماء مغلي جيدا كما ذكرت. الآن أضعها في صحن تقديم وأزينها بما أشاء. أو قبل ذلك نسيت أن أذكر بأنني أخذ الزبيب بعد تصفيته وأضيفه حتى تأتي مفيدة ومغذية خاصة للأطفال. وها هو شكلها أحبتي بعد التزيين. كل يزينها بما أشاء، أنا أفضل أن أملأها بمكونات صحية حتى يستفيد منها أطفالي. زينتها هنا ببعض اللوز المجروش، ثم هنا بحبات جوز، بعض جوز الهند، البيض المسلوق كما ترون معي، ثم أرفقها بالسكر الثقيل والقرفة لمن أحب أن يضيفهما. هي تأتي رائعة جدا، يحبها الأطفال بل والله يعشقونها.
وقد حضرتها اليوم بناء على طلب أطفالي، أحبوها كوجبة عشاء، فقلت لما لا أشارككم طريقة تحضيرها. وأتمنى أن تعجبكم. إذا أعجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اشتراكاتكم أحبتي، ولا تنسوا ترك تعليقكم كيفما كانت، فهي تشجعني على المزيد من العطاء بإذن الله. وإلى فيديو قادم، والسلام عليكم.